السلام عليكم. دلوقتي لو انا عندي شكل زي دوت وعايز ابدا اعمل خطوط على الشكل الداخلي دوت، فبدل ما اقعد امشي خط خط ممكن اقول له انا عاوز من درو عايز اعمل باوندري، وراح مختار ايزلاند ديتكشن، وبعد كده اقول له بقى انا عايز ريجن ولا بول لاين، واقول له اوكي، واروح دايس كليك في المنطقه اللي انا عايزها، فهو يبدا يعمل لي خطوط بالشكل دوت. تاني هعوض باوندري، اختار مثلا شكل زي دوت، يروح هو رسم لي الحدود بتاعة الشكل دوت.